طيب 20 سنة. اتفضل. طلبت من حضرتك تحدد أسس العلم اللي انت خدت الدكتوراه بتاعتك عندي النقط في حددتها. لندن قلت لك اتصالات فرعيه وقلت لنا انا هاجي حضرتك والقواعد بس انا عندي نقطه انا طيب والقواعد والمناهج اللي انت بتستخدمها في علمك قلتها. طيب تمام ارجوك يعني يشرح ويحدد الاسس والقواعد والمنهج القواعد اللي بيستخدمه لا والمنهج والمنهج وادواتك البحثيه توجهني على افتراض هقول كل حاجه بس ادوني فرصتك بس خد فرصتك توجه لي بالكلام اتفضل. اولا بالنسبه سريعا على لا لا كل اللي انا سمعته ده له علاقه لا بعلم النجوم قراءه الفنجان والنقط والحاجات دي مالهاش علاقه بعلم الفلك والحسابات الفلكيه. انت مش قلت في البدايه ان قراءه الفنجان من ضمن الكلام؟ انا قلت علم الفلك. انا بقول لك اتصالات فلكيه. انا بقول لك دخلوه ضمن العوافه. انا ما قلتش الفنجان. انا بقول لك الفنجان والنقط والحاجات دي كلها مالهاش اي علاقه بعلم الفلك اللي هي قواعده بتعتمد على اتصالات فلكيه معينه. بالنسبه اللي انا بقول متجوزه هتتجوزي مره واتنين بقول لها هتتجوزي ولا مش هتتجوزي هتطلق ولا مش هتطلق هتخلف اتنين هتخلف صفحه بناء على ايه؟ اتصال اولا حسابات فلكيه الهيئه الفلكيه اللي هي مخطط مختصه لصفحه السماء دي الاسس بتاعتها. الهيئه الفلكيه دي فين؟ انا دلوقتي باخد تاريخ ميلاد مدينه ميلاد ساعه ميلاد بس الهيئه الفلكيه اللي هي توزيعه الكواكب بالشعب كده ساعه ميلاد انسان فوق راسك وانت مولود كان في كواكب متوزعه بطريقه معينه اتصالاتها باسم الهيئه الفلكيه اللي هي الاوروسكوب متواجده على النت اللي هي البيوت الفلكيه. من خلال تواجد البيوت دي اقدر احدد قدر ومصير الانسان. البيت الاول بيت النفس البيت الثاني بيت المال الى اخره. فبالتالي اقدر اقول الانسان هيتجوز ولا مش هيتجوز هيتجوز اثنين ولا ثلاثه ذكر ولا انثى هيخلفهم الى اخره. فكل ده انا بقوله واقدر احدده. بالنسبه ل لحته الادوات البحثيه بتاعتك ما انا قلتها تاني اتصالات الفلكيه والنجوم الادوات البحثيه بس الهيئه الفلكيه حضرتك كلمني اتفضل. الادوات البحثيه بتاعتي اللي هي رصد وجداول. انا عندي بقول لك جداول ومناهج جداول حسابيه ورصد للكواكب الكوكب ده هيخش برج كذا فدي حسابات اضافه للاسطولاب. معروف طبعا الاسطولاب من اكبر الادوات اللي استخدمها العرب في زي انا خلاص انا بختم النقطه الاخيره الكلمه الاخيره طبعا فضيله الشيخ قال لي ما تتكلمش على الاسلام بعيدا بقى عن لا فضيله الاسلام وهو المفروض اصلا مطرود من جبهه علماء الازهر يا سيدي بعيدا انت ما تتكلمش عني بس طيب. كده شكرا انا اتكلم انت المفروض ما تتكلمش دكتور صفوت انت مطرود من جبهه علماء الازهر انا اللي اتكلم انا حافظ القران الكريم كاملا ودرس الفقه على مذاهب الاربعه استاذي قلت لك في الاول ومش هرد عليك اتفقنا في الكلام كلمه بالنسبه للبلاد وانا عندي 81 دكتور صفوت وانا عندي 81 كلمه اخيره بالنسبه للبلاد لن يحدث شيء لانه في الدوله عارفين احمد شاهين وياخذونا بكلام استاذ احمد خلاص لو سمحت موت ايضا وكما بياخدوا كلامي يعني هو اكبر منك سنا يعني احترم مهما قلت لو سمحت لن يتم القبض عليا مهما عملت هتموت امتى لن يجوا حد وانا عندي 81 سنه لو سمحت